بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظم النادي عصر اليوم السباق العاشر لهذا الموسم والذي يقيم على كؤوس شركة ألمنيوم البحرين ألبا وكأس المحافظة الجنوبية وكأس مصر في السلام، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وممثل الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس شركة ألبا للشوط السابع، وذلك بعد فوز جواد سموه شوغن بالمركز الأول في الشوط السابع، فيما قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بتقديم كأس المحافظة الجنوبية إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، كما قدمت الكؤوس للملاك والمضمرين الفائزين. هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.